أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنستكمل وإياكم أعزائي الطلبة درس أسماء الاستفهام من خلال حل السؤال الأول في الجدول الوارد لدينا في الكتاب. الجدول مقسم إلى عدة خانات: اسم استفهام، السؤال، الإجابة، والمسؤول عنه. الآن وقد تم إحصاء مثال على اسم الاستفهام: من؟ أقول من هو الفاروق؟ الفاروق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن هنا؟ للسؤال عن العاقل. سنستكمل وإياكم أيضا خامس: إعراب أسماء الاستفهام في الجملة. أقول من هنا؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر. الآن ننتقل إلى اسم الاستفهام متى؟ وقلنا يا خامس بأن متى للسؤال عن الزمان. أقول مثلا: متى وصل المسافر؟ متى وصل المسافر؟ ولا ننسى يا خامس علامة السؤال. أقول أجيب: وصل المسافر في تمام الساعة السابعة مساء. إذن السابعة مساء هنا بتدل على الوقت، على الزمن. إذن متى هنا للسؤال عن الزمان. أما بالنسبة لإعراب متى في هذا المثال: متى وصل المسافر؟ متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمن. كيف أعزائي الطلبة؟ أقول كيف ترسم عصفورا؟ أولا أو قبل ذلك خامس، شرحنا في الحصة السابقة بأن كيف تأتي للسؤال عن الحال أو عن الطريقة. لنعطي مثالا، أقول مثلا: كيف ترسم عصفورا؟ كيف ترسم عصفورا؟ أجيب: أرسم عصفورا باستخدام الألوان الزيتية مثلا. إذن هنا استخدام الطريقة بأنني قد قمت باستخدام الألوان الزيتية. إذن هنا السؤال عنها هون نسأل عنها بالطريقة. أما بالنسبة لإعراب كيف في هذا المثال: كيف ترسم عصفورا؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال؟ أين؟ أقول: أين وضعت القلم؟ أين وضعت القلم؟ أجيب: وضعت القلم فوق الطاولة. إذن مكان فوق الطاولة. إذن يسأل عن بأين؟ عن المكان، يسأل عنها للمكان. أقول أين؟ أين؟ وللتذكير أيضا يا خامس، أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان. أما بالنسبة لكم، اسم الاستفهام كم، أقول كم عدد، كم عدد أفراد أسرتك؟ كم عدد أفراد أسرتك؟ لأجيب عدد أفراد، عفوا، عدد أفراد أسرتي 4 أفراد. إذن 4 هنا عدد. إذن كم للسؤال عن العدد. كم هنا يا خامس إعرابها اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ما هنا يا خامس؟ أقول ما لونك المفضل؟ ما لونك المفضل؟ لتكون الإجابة لوني المفضل هو اللون الأصفر.
الآن إذن ويسأل عنها بغير العاقل، بغير العاقل. أما بالنسبة لإعراب ما هنا يا خامس، فما هنا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.